بانكيك لهارلي كوين، بطاطس محمرة لوندر وومن، كوكتيل لأكوامان، وجيلي كابتن أمريكا. زوروا كافيه الخارقين واطلبوا حاجة مميزة من منيو الخارقين الرائع. أهلا بكم في كافيه خارقين. بيتر باركر هو الجرسون بتاعنا، هارلي كوين هو أول واحد بيجي هنا، البنت الشقية دي لسه ما دفعتش آخر حساب ليها. هارلي عايزة كل المينيو، أي حاجة من فضلك. مفيش فلوس، مفيش حلويات يا عزيزتي. كافيه الأشرار الخارقين جنبنا عن ناصية، مضرب بسبور هارلي تقيل قفل المناقشة. بيتر قام يعمل لها أي حاجة. إيه ده؟ بانكيك عادية لملكة الدراما. يا أنت تعرف تعمل أحسن من كده عزيزي، وإلا هضطر أطلع السلاح التقيل. بيتر استسلم. مضرب بيسبول تقيل هو محفز رائع. نضيف بيضة، زيت نباتي وسكر على لبن ونخلطهم. نضيف ملح وبيكنج باودر على دقيق. نضيف المكونات الجافة على خليط اللبن ونعمل عجينة. نقلي البانكيك على طاسة جافة على الوشين. نرص كاسة بانكيك في طبق ونلزق لوجو من تيشرت هارلي على عود خشب. ندهن شوكة بلاستيك بألوان أكريليك. نرسم جملة زي المكتوبة على مضرب هارلي بماركر. نخلط لبن مكثف مع ألوان طعام بينك وأزرق. نغرس العود في البانكيكس ونزين الطبق بتوت توفي بألوان بينك وأزرق. نصب اللبن المكثف عليهم ونقدمها مع الشوكة المضرب. بيتر الجرسون بيقدم الطبق بانكيك هارلي كوين لزبونتنا المتوترة. طيب شكراً يا صديقي. هارلي كوين مشيت من غير ما تدفع تاني، ونشلت محفظة بيتر وهي ماشية كمان. بنت سيئة. ضيفة عزيزة ظهرت في الكافيه. وندر وومن طلبت بطاطس محمرة، بس ضيفة غير عادية تستحق بطاطس محمرة غير عادية. بيتر عمل لها بطاطس العجائب. نقص شكل باكت بطاطس محمرة مطبوعة وعليه لوجو وندر وومن. نطبقه ونلزقه في بعض. نقطع فويل ذهبي على شكل شرايح. نلف البطاطس المحمرة في الشرايح دي ونثبتها بلزق دبل فيس ونعبيها في العلبة. بيتر حقيقي نفسه يخلي وندر وومن مبسوطة. قعد يغلف كل بطاطسية لوحدها وطلب منها رقم تليفونها في المقابل. طيب، وكتبت له الأرقام على منديل. بيتر أمله خيخيب. علامة باتمان على المنديل بدل رقمها. وندر وومن بتحب البطاطس المحمرة. أوبس، أنا وقعتها، بس مفيش مشكلة، بطلتنا الخارقة رفعت الكنبة بسهولة. بيتر بيستعد عشان يقابل ولفرين، بس زبونة سرية جات لكافيه الخارقين، واضح إنها وش جديد. البطلة الخارقة دي مش متعودة على الشهرة. برجر لو سمحت. بيتر قدم الطلب. دي كارول دانفرز، كابتن مارفل الأسطورية، البطلة الخارقة الجديدة. ضيفة بالأهمية دي ما ينفعش تاكل البرجر العادي. بيتر طبخ لها حاجة مخصوص. نضيف ألوان طعام على عجينة متخمرة جاهزة. نعمل كورتين عجين، واحدة حمراء وواحدة زرقاء. نسيب العجينة تنفش لعشرين دقيقة. ندهنهم بسائل البيض ونرش عليهم سمسم ونخبزهم لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 190 مئوية. نقطع الكايزر اللي عملناه ونجمع البرجر بقاعدة زرقاء وقمة حمراء. نضيف ألوان طعام على المايونيز. نفرش المايونيز على القاعدة. نضيف خس، شريحة جبنة وقطعة البرجر، ونضيف شريحة جبنة كمان من فوق ونغطيهم بقطعة العيش اللي فوق. نقطع قطع الجبنة على شكل نجمة. ندهنها ببودرة لؤلؤ ذهبية قبل للأكل ونثبت النجمة فوق العيش. ونغرس في الساندويتش عود خشب عليه لوجو كابتن مارفل. نجمع البرجر التاني بنفس الطريقة. نلف العيش اللي في القمة وقاعدة بورق فويل. نغرس علم على عود خشب.
بيتر قدم برجر كابتن مارفل الجديد وطلب ياخد سيلفي، بس كارول ما عندهاش وقت في طبقها، الكون بينادي. كابتن مارفل حقيقي عجبها البرجر، ودلوقتي يجي وقت إنقاذ العالم. كفيل خارقين هادي، بيتر قرر ياكل وجبة خفيفة ويطور الأوريو وهو بيعمل كده، بس باين في حرامي في الكافيه. المكونات عمالة بتختفي فين؟ مخالب كاتوومن النعمة هي اللي عليها الاتهام. البطلة الخارقة المحتالة دي فاكرة كل حاجة في الدنيا بتاعتها، بس بيتر عنده طريقة خاصة في التعامل مع الأبطال الخارقين. هيأكل كاتوومن حاجة لذيذة، الحاويات العادية مش نافعة، الكات وومن دي ما عندهاش غير المشاكل، يبقى كده لازم يعمل لها حاجة مخصوص. نعمل زينة حلويات من بياض البيض وسكر البودرة وعصير الليمون، ونشيلها في كيس ذاتي الغلق، ونضيفها على كوكي أوريو متغلفة بالشوكولاتة. نعمل عين قطة، نطبع بواحدة أوريو تانية على فوندان أسود، نقطع الجزء العلوي من قناع الكات وومن والودنين من الفوندان. نستعمل صمغ قابل للأكل عشان نلزق الماسك اللي بودان على الأوريو، ونغطي الجزء أسفل القناع بالزينة، ونقسم قطع المارشميلو الميني قطعتين لكل واحدة، ونقطع قطعة من مارشميلو كبيرة، ونلزق القطع على كوكي أوريو تالتة علشان نعمل كف القطة، ونقطع قاعدة من الكرتون ونرص عليها الكوكيز، نلفهم في ورق هدايا شفاف ونقفل عليهم بشريط زينة. أوريو مخصوص للكات وومن، حاجة جديرة بالإقتناء. القطة عملت حركتها المعتادة وركزت جامد مع الغلاف. جربي الكوكيز يا قطة. لذيذة جدا. كات وومن مبسوطة في الكافيه ومش عايزة تمشي. كويس، ممكن نشغل القطط بالبلاستيك المكرمش. ريحة كافيه الخارقين سمك، عشان أقوى من هنا جه يشرب كوكتيل ولا اتنين. بيتر قدم له الطلب، فبسرعة شرب المشروب كله وطلب كمان مشروب تاني. طيب بيتر عمل أكوامان كوكتيل ملوش زي. نقطع قطعة برتقال لقطع صغيرة ونضيفهم في قالب سيليكون، ونضيف عليهم من فوق ورق نعناع، ونغطيهم بالمية، نسيبهم يجمدوا، وندهن حرف الكوباية بصمغ قابل للأكل، ونلزق حلقتين من الرز الذهبي المنفوش، نلزق قطع شاليموه على الشاليموه العادية عشان نعمل حربة أكوامان، ونقطع مثلثات من كرتون ذهبي ونلزقهم على الحربة الثلاثية. نضيف ألوان طعام أزرق وأخضر على سبرايت، ونضيف مكعبات تلج البرتقال في الكوباية، ونصب السبرايت الملون، نضيف شاليموه الحربة الثلاثية. أكوامان بيشرب الكوكتيل لأنه بيبقى عطشان طول ما هو على البر. أكوامان ما بيتكلمش كتير، فرجع البحر. هاي أكوامان، أنت نسيت رجع الكوباية. ياه على الأبطال الخارقين. جه وقت دوناتس الأبطال الخارقين. نضيف 200 جرام سكر بودرة على بياض بيضتين، ونعصر عليهم ليمون. نضرب الزينة بمضرب البيض ونقسمها ثلاث أجزاء، ونضيف ألوان طعام مختلفة، وندهن الدوناتس بالزينة ملونة. نعمل أشكال بخلة أسنان، نرسم صور أبطال الخارقين على ورق سكر، ونستعمل ألوان طعام، ونلزق الصور على الدوناتس المقابلة لكل رسمة. بيتر قتم أول دونات، لذيذة جدا. فجأة الدونات تختفي من إيده قبل ما يلحق يتهنى بيها. ثانوس رجع تاني، بيطرقع صوابعه جوه الجوانتي والأكل بيختفي. بيتر قرر ياخد بريك للغدا، حسه الخارق ساعده يتفادى نجمة نينجا متنشنة عليه.
لأن بيتر باركر مش مجرد جرسون، ده سبايدر مان. أهلاً أهلاً أهلاً، شوفوا مين قرر يزورنا، المتمرد للأبد ديدبول. ده محطوط على قائمة سودة بقاله مدة طويلة، كل مرة بيجي بيعمل مشكلة، يرمي السكر في كل حتة ويوقع المشروبات. إزاي أصلاً بيعرف يأكل وهو لابس القناع؟ فطلع طاجن جبنة فندق، نضيف جبنة بري وقطع جبنة صلبة في طاجن فندق، ونضيف لون طعام أحمر على الجبنة السايحة. نسيب شرايح جبنة طرية متغطسة في مية بتغلي، ونضيفهم على وش الطاجن على شكل شبكة عنكبوت، ونلزق لوجو مطبوع للسبايدر مان. نملى حوالين الطبق بريتزل وقراقيش. بيتر سحب طبق السكر من قدام ديدبول بحركة واحدة من شبكته، اتفضل كل حتة بالجبنة من طاجن فندق سبايدر مان وارحل في سلام. بيتر بيعشق الجيلي، بس ستيف روجرز بيقتله المود، قصدنا يعني كابتن أمريكا، جه ياخد درعه تاني. آسف يا كابتن، أنا أكبر معجب، ده جيلي معمول عشانك مخصوص على حساب المحل. ندوب جيلاتين في مية سخنة، نخلط سكر مع ألوان طعام ونغطيهم بمية، نخلط الشراب الملون مع كريمة حادقة ونصب عليهم الجيلاتين ونقلبه. نصب أول طبقة في الكوباية ونسيبها تجمد، نعمل طبقة تانية من الجيلي الأبيض ونخلط نفس المكونات بس من غير ألوان، ونصبها فوق الطبقة الحمراء ونسيبها في التلاجة. نعمل كذا طبقة جيلي بنفس الطريقة بحيث تبقى زي درع كابتن أمريكا، نلزق لوجو مطبوع على الإزاز. كابتن أمريكا هو كمان بيحب الجيلي، فخلصه بسرعة. عشان تكبر عضلاتك زي كده لازم تاكل كتير. شكراً على زيارتك يا كابتن. عجبكم أكل الأبطال الخارقين بتاعنا؟ يبقى اكتبولنا في التعليقات هتطلبوا إيه في كافيه أبطال الخارقين، وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفكمش أكل الأبطال الخارقين الجديد من تروم تروم.